التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، هكذا ينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا السادس الذي يضم نخبة من الجعدان، ونسير إلى المقدمة الأولى وإلى المركز الأول. مبلش لضاحي بن عبد الله، بن ضاحي يتقدم إلى المركز الأول، بينما النقلة إلى المركز الثاني يأتي درب حمدان بالتويلي. الحرسوسي يتقدم إلى المركز الثاني، بينما ناخذ اللي على المركز الثالث وأرى شيء قدام في هذه اللحظات. هنا من وصل الذهب مطر بن سعيد بن لاحج الآجري، بينما في رابع المراكز معاند لسعيد بن حمد بن القرين العامري ياهي من معركة. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى الذهب، الذهب 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 الذي لا يصدى على الصدارة الأولى على المركز الأول. روح يا بن لاحج، روح روح يا بن لاحج، روح مع هذه الانطلاقة، مع هذا التحدي، ما شاء الله وتبارك الله. هذا هو على المقدمة الذهب مطر بن سعيد بن سيف بن لاحج الهاجري. ولكن هنا الغادم درب حمدان بالتويلي الأرسوسي، ويتقدم الى مبلش ضاحي بن عبد الله بن ضاحي يهي من معركة، يهي من معركة بن لاحج ولا بن ضاحي يهي من معركة. الى وين؟ للمرة الثانية، للمرة الثانية، السلام الى زعبيل، السلام الى زعبيل، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لاحمد بن عبد الله بن ضاحي، او ضاحي بن عبد الله بن ضاحي، تهانينا له على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل الذهب لمطر بن سعيد بن لاحج الهاجري. المركز الثالث، المركز الثالث من وصل ايها الاخوة الكرام. نتابع مع اللحظات الأخيرة ولجنة خط النهاية من هو المركز الثالث. المركز الثالث وصل اللي هو متعب لعلي بن سلطان بن حارب بن واس الاكتبي. هذه هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني عطنا دقيقتين وثمان ثواني. تهانينا وناموس إلى مالكي مبلش ضاحي بن عبد الله بن ضاحي البوعمد، تهانينا والناموس للجميع.